تستمر لكم متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء بهذا المساء، مساء الابداع. ننوه للاخوه الفائزين باشواط الرموز بان التتويج وتسليم الرموز سوف يكون بعد نهايه هذا الشوط. هذا تنويه لمستحقي الرموز الذين ايضا اختطفوا رموز هذه الامسيه التراديه من مهرجان المرموم التراديه الختاميه 2019، حيث اعلنت على بركه الله وتوفيق منه انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، انطلاقه شوط الافكار المهجنات الاذاعه التي تحمل شعارات ابناء القبائل التي توافدت وتواجدت في ارضيه هذا الميدان لتتنافس من اجل تحقيق المركز الاول. نسير مع بدايه هذا الانطلاق وناتي بالصداره والقياده خلال هذا الانطلاق. نشبع المركز الاول، احمد بن حزمي بن قناص العامري ياتي مع مقدمه هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني حيث تتواجد وزن على المركز الثاني حمد بن محمد بن مبارك بن حطم العامري، بينما المركز الثالث هي تحدي حمد بن رصاص بن سالم العامري. المركز الرابع هنا تتواجد روعة عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي، خذت المركز الرابع والمركز الخامس. هذه مياسة محمد بن يوعان بن مسعد العامري يتقدم في المركز الخامس. المركز السادس منصة أحمد بن محمد بن عكوي السلمي، بينما المركز السادس هذه هي أيضا عين المها فلطاب الراشد بن سرود المنصوري يتقدم. المركز السابع هنا تصل ايضا مشاهدينا الاعزاء الصمود لفلي بن علي بن حمود الظاهري يتقدم في المركز السابع، بينما المركز الثامن هي حميه عبد الله بن صالح بن محمد بن خريد المنصوري خذت المركز الثامن. المركز التاسع هذه هي ايضا المزن بخيت بن علي بن خسواني المنصوري ياتي مع هذا الموقف، ياتي مع هذا المركز خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع. تقدمت ايضا المزن، هذه هي المزن وتواجدت عاشرا، هي مزنة مظفر بن محمد بن عضيل العامري. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز الاولى، هذه هي الامسية الجميلة، هذه هي ايضا الانطلاقات المبدعة. التنويه مستمر باستلام الرموز بعد نهاية هذا الشوط لمستحقيها بعد عنان طويل من المنافسة وامتلاك واقتناء السبق التي تأتي بالرموز في يوم الملتقى الكبير في مثل هذه الختاميات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى نشبة لأحمد بن حزمي بن قناص العامري، ما زالت تقود الشوط، ما زالت تنطلق أيضا بالمقدمة خلال هذا الانطلاق خلال هذا الإبداع. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، تحدي تتواجد لحمد بن رصاص بن سالم العامري، هذه هي تتقدم في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث من الجانب الاخر منصة، منصة قادمة لمنصة الناموس لمنصب الفوز والانتصار. منصة تتقدم في هذا الانطلاق بالمركز الثالث خلال هذا الانطلاق، احمد بن محمد بن عكوي السلمي، بينما ننتقل الى المركز الرابع هذه مياسة محمد بن يوعان بن مسعد ايضا يتقدم العامري في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. المركز الخامس هنا وصلت عين المها، عين المها تتقدم تتواجد في هذا الانطلاق. سلطان بن راشد بن سرود المنصوري يتقدم مع المركز الخامس خلال هذا الانطلاق خلال هذا الابداع الكبير. الله يا سلام، بينما ننتقل مباشرة الى المركز السادس حيث تتواجد، حيث تتقدم وزن حمد بن محمد بن مبارك بن حطم العامري ياتي في المركز السادس. والاسم القادم هي ايضا الصمود، قادمة بشعار منصورة، هذه الصمود فلي بن علي بن حمود الظاهري يتقدم في هذه اللحظات، يصل بالمركز السادس خلال هذا الانطلاق. بدأت المسافة، بدأت المسافة تتقلص من الأمتار الأخيرة، بدأ الكل ينطلق لهذه الأمتار المجنونة. الله، شوف المقدمة والصدارة، شوف المركز الأول، تابع
هذه هي ايضا نشبة 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 ما زالت على المركز الاول، ما زالت تقود المسار، ما زالت تنطلق بالمركز الاول. احمد بن حزمي بن قناص العامري ياتي ليقتنص ناموس هذا الشوط من خلال وجود نشبة، بينما المركز الثاني وصلت ايضا من الجانب الاخر. هذه تحدي، هذه تحدي، حمد بن رصاص بن سالم العامري ياتي بوجود تحدي في هذا التحدي الكبير، بينما المركز الثالث وصلت عين المها، عين المها هذه تتقدم. سلطان بن راشد بن سرود ايضا المنصوري ياتي مع وجود هذا الاسم، ولكن الشعار الاقتصادي، الشعار الاقتصادي قادم، وهو هنا تتواجد مياسة محمد بن يوعان بن مسعد العامري ياتي بانطلاقة هذا الاسم في المركز الرابع، المركز الخامس. هذه الصمود، هذه الصمود، وصلت الصمود. فري بن علي بن حمود الظاهري يتقدم مع وجود وانطلاقة الصمود لتحتل ايضا هذا المركز الخامس وقيرت الى الرابع من خلال هذا الانطلاق. هذه هي الامتار المجنونة، هذه هي الامتار التي تزداد السرعة فيها، التي تزداد سرعة الأسائل لتنطلق نحو أيضا الفوز في ختامي المرموم، في ختامي المرموم، ختام الختاميات، متعة المرموم، حيث تترقب الأعين، حيث تشاهد الأعين أيضا خلف الشاشات من سوف يحظى بناموس هذا الشوط. وهنا تتواجد نشبة على المركز الأول، ما زالت تقود الشوط منذ بدايته، منذ بدايته. نشبة، نشبة، أحمد بن حزمي بن قناص العامري ياتي مع المقدمة، ياتي مع المركز الأول في هذا الانطلاق. بن حمودة يتقدم، يتواجد في هذا الانطلاق. هذه هي الصمود، هذه هي الصمود، تتقدم صامدة للمنافسة كما يصمد شعار بن حمودة. فري بن علي بن حمودة الظاهري يصل، ولكن الاعصار القربي، الاعصار القربي فاجانا من حيث لا نعلم. بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، اول نداء لبينونة، تتقدم في هذه اللحظات بالحزمي بن حمودة. الاعصار القربي هنا، الصمود، 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 ما زالت بالصدارة. بينونة تتحرك، الامتار المجنونة، بينونة والصمود صامدة، الصمود صامدة. فري بن علي بن حمودة الظاهري ياتي بومروان متقدما، وبينونة، بينونة، الاعصار القربي قادم. يا سلام، هذه بينونة. زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم على صدارة هذا الشوط، يتقدم على الصدارة. الله يا علون يسقي بينونة، من وين اتت بينونة؟ اتت في الامتار الاخيرة لتنطلق ايضا بمقدمة هذا الشوط. سلام عليكم من الله يا اهالي الظفرة، يا اهالي الظفرة. بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، الصمود في المركز الثاني، اتت لفري بن علي بن حمود الظاهري، بينما زارد مياسة لاحمد بن مبارك بن منيف المنصوري. رابعا كانت ايضا مثايل محمد بن ساري بن بلوش المزروعي، وخامسا هي عزايم سيف بن سلطان بن محمد العرياني. بينونة، بينونة، بينونة قدمت الابداع في يوم الحضور المميز، في يوم الانطلاق المثير، حيث سجلت توقيت زمني مقدار 9 دقائق 6 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثاني كانت بالانطلاق وبالإثارة 9 دقائق 7 ثواني جزء 1 من الثانية، هي الصمود. فري بن علي بن حمودة الظاهري حيث أتى مع المركز الثاني بوجود الصمود. المركز الثالث كانت بالانطلاق وبالإبداع حيث أتت أيضا مع المركز الثالث 9 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. مياسة أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري.